ابني لما انت مش ناوي تتنيل تتجوز ساحل نوها معاك ليه في الليله بتاعتك دي؟ انت فاكر نوها بتعمل ده عشاني؟ نوها قلقانه عليك مني خايفه. بعدين هو انا حمار عشان اتجوز تاني؟ الجواز ده للناس اللي زيك. زي ازاي يا وز؟ خلاص يا عم ما تاخدهاش على صدرك قوي. الناس المحترمين اللي زيك اللي هو هتعيش حاضر، الواد بيسهل حاضر، تفضل بقى تقول حاضر حاضر لحد لما تبقى مطاطي شبهك كده. مطاطي ايه يا واطي؟ يا واطي يا ده انت البنت اتجوزتك شهرين ثلاثة سابت لك البلد وطفشت يا اخويا. عارف لو الكذب بتاعك ده نطق ينطق بس كان زمانه سبلك من زمان. يلا هو في حد في البلد يستحملك ولا يعرفك غيري؟ ماشي يا عم ماشي. حضرنا محمد بيه معلش. يا حبيب قلبي. ايه رايك في الجواز؟ جواز تخترع بس يا عم انت راخر اهو هنتحبس بسبب الجواز. ليه كنتوا الاثنين فاشلين زي بعض؟ انا يا اخويا منك ليه؟ مع السلامة. بقول لك ايه؟ ما تنساش البطيخة وانت مروح. فكرة برضه. لا قول حاضر. حاضر يا اخويا حاضر. ايه العيال دي يا محمد بيه؟ قلم تلنكات والله يا بيه. صباح الفل. انت بايت ولا ايه يا عم؟ بايت. ربنا معاك. عايز حاجة؟ سيب باشا الواد ده يا باشا انت سمعت عنه حاجة ولا مذاكره كويس؟ ماله اخلص. اصل يا باشا شفت له فيديوهات والواد بصراحه ايده طرش قوي بس نفسه قصير يا باشا فممكن سيادتك تستنى لما نفسه يقطع وتروح جاي لبه على طول. وانا لسه هستنى لما نفسه يقطع. اتفرج عامل لك في ايه. اركب. عشان لو قلت لك ما كنتش هتيجي وانتوا كده كده كنتوا هتتقابلوا يا سلمى يعني مش مشكله. ماشي بس انا بقول لك اهو لو اتريق عليا مره كمان والله ما هسيبه هديله على دماغي. اهو كده بقى ما هيصدق. هنفضي له خالص يا سلمى هيزهق وهيسيبك في حالك. طب هاتي الملح. فين بارك يا نو؟ اهو على الشمال. يا عيني يا سلمى انا مش عارفه ازاي تبقى صاحبتك ويجي لها قلب اصلا تفكر تجوزك واحد زي سيف ده. يا بنتي ده مختله عقليا اهو شفتي. طب والله لاقين على بعض. يعني انا مختله عقليا؟ لا مش قصدي بس يا سلمى انت عشان مش عارفاه كويس. هو بيهزر كتير وساعات هزاره بيبقى تقيل شويه بس والله قلبه ابيض وبيحبش يزعل حد. يعني بعد كل اللي هو عمله ده وبرده بيحبش يزعل حد. هو عمل ايه؟ صاحبتك اللذيذه قررت يوم من الايام تظبطنا مع بعض. سألت معايا ابتديت اتكلم معاك كنت فاكره ان هو بني ادم بجد في حياتي وشغلي كل الكلام ده. مسكني تريقه من فوق لتحت عن ان انا لايف كوتش وقال ايه بتمرني في نادي ايه وفاكره نفسك حسن شحاته. طب ما تيجي تمرني لي ليو حاجه يعني في قمه السخافه. عادي يعني هو ده سيف. وايه كمان راح واخد بقى كل كلامه ده كمان في سكه اباحه قفل لي منه بشكل. بصي بصي بذمتك ده منظر واحد لاقي عليا. تعال يلا روح كل يلا جو. ايه يا ابني انت وهو المجله دي؟ بس عيب قوي اللي انت عملته. تخرج يا راجل بالطريقه دي هانت عليك العشره. ده انا بصراحه يعني مش عايز اتكلم لانه في بيتي بس لا لا عيب بصراحه. اتغير يا عمرو. عيب اتغير والله. ساعه لما راح الجهاز هو متغير. ما انت هتستلمني يا اخويا انت وهو. هو اللي سبتكم وخرجت ولا سبتكم وخرجت في الشارع يعني؟ خرجت من جروب ابيح مليان صور نسواني عريانه و... كلاب اوضاع غريبه يعني حاجه في دائره الادب. واد ادهم كبر وبقى غلس كل شويه يمسك الموبايل واد يقول لي ايه ده ومش ايه ده. ادهم برضه انت بتخاف من سماح. وايه دخل سماح يعني مش عارف دائره ادبكم وسفرتكم يعني؟ لا انت بتخاف من سماح. طب انا بخاف من سماح. ايوه ليه بقى بتخاف من سماح؟ بقول لك ايه ما تعصبنيش بدل ما نخش نطلقها. ما يلا يا محمد. ايوه يا ماما نخش اكل. كل يا قلب ماما. سبع. طب احنا ايه؟ يلا يلا بدنا نخلص الاكل يلا. استنى بس قبل ما انسى الاخير كمان كلمني عايز يودينا غرفه عمليات القطع ولا قلت له لا؟ قلت له لا. قلت له لا ليه؟ الله انت بتقرر لي يا سيف. مش عايز تروح انت يا اخي ما تروحش. اروح انا. تروح انت تعمل ايه؟ تقعد على مكتب
ما كنت اشتغلت مع حماك احسن واديك شايف العز. تعال تقرر انت كمان. احنا كبرنا بقى كفايه كده. الواد كبر عايز يربيه. بس شويه ايه؟ الله الله الله. ايه الحلويات دي؟ تسلم ايدك. انت ما قابلت السلمى قبل كده ها؟ لا والله اول مره. يا راجل انت ما تعرفش بتشتغل ايه؟ صاحبة نور انتيم تبقى دكتور الاسنان زيها يعني؟ لا ده انت ظابط مباحث عقر ما بتهزرش. لا سلمى بتشتغل لايف كوتش. لايف جاكيت بتشتغلي ازاي؟ ايه لايف جاكيت؟ جاكيت ايه؟ انت رايح المسطحات؟ انت كده بتهزر بقى. والله ابدا انا بفهمه. لا هو مش بيهزر، هو فعلا مش فاهم. والله يعني اسكت يا عم، انا مش يعني مش قصدي والله. بس لايف ايه ده؟ لايف كوتش هو شخص انت بتروح عشان تتكلم معاه على حياتك وطموحاتك ومشاكلك، زي الدكتور النفساني بس في اختلافات شويه. احنا بنساعد الناس ان هي تتعرف على نفسها اكتر، تطلع بره الكومفورت زون بتاعها، تواجه اي صعوبات في حياتها، خصوصا في الاوضاع اللي احنا بنواجهها الايام دي. فهمت طبعا. ها اوضاع يعني زي هبه قطب كده. هو انت مش قلت لي ان عندك مشاكل في النوم؟ الا بقى النوم ده انا ما بنامش خالص. على رايك والله. انت تعرف عشان اعرف انام لازم اخد حبايه ادويه. اه طبعا، ما هو الجواز كده بيعمل فكره. طبعا طبعا. ليس بقى على فكره كل الناس بقت محتاجه لايف كوتش اليومين دول، اولهم انت يا سيف. انا لا، سيف مش محتاج لايف كوتش، سيف محتاج جلسه كهرباء. طب هون عليكي، هون عندي واقف في عينيا كده الكهربيني. تسلم ايه ده اللي ضربك؟ لا ما ده مش ضرب، ده تحرش. بس بقى اتلم. الله، ما هي اللي بتقول عايزه تهربني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابو العز. ايوه بس له تليفون يا ابو العز، تليفون. يلا يلا صابر باشا، صاحبنا بيعمل مكالمه اهو. الحم الحته دي واستناني. وريني يا سيدي. هسمع حالك، حاول المكالمه. تمام يلا بسرعه. اهلين ابو جعفر. الله يساعدك، شلونك قلبي؟ بخير الله يسلمك، بشرني عنك. يابا اقول لك ابو العروسه يسال، جهزت العرس لو لا؟ لو كل شيء ما سويته بعدكم. هينا قاعدين بنحضر بالعرس. بس صراحه ما حددناش موعد، بس ان شاء الله عن قريب. وانت اكيد راح تكون اول المعازيم. زين اقول لك احنا لسه محضرين ان شاء الله 600,000 على هذا. انت بقى يا بصار، ما انت معقول مهر الصغيره 500,000 دولار والكبيره بس 600,000 دولار؟ تمام يا فندم. هيا مدحت. تمام سعد، حددنا المكان. حلو. ابعت عماد يعمل استطلاع وطريقه على المكتب. حلو الموضوع كله قدامي. حاضر. على طول ابلغ سياده الفندم. محبين. حاضر حاضر. اتفضل معلي. نعم. لو وصلنا مكان الخليه. يلا حبيبي شدوا